انا بفكر في البطوله دي وانا الحقيقه بفكر في البطوله ال11، يعني جه قدامي قدام عيني شريط ذكريات بائسه. بالفعل هي ذكريات بائسه، بس مش للنادي الاهلي ولكن لناس تانيه. لناس تانيه، ناس كانت بتنظر للنادي الاهلي او بتحاول ان هي تنظر للنادي الاهلي بشكل سلبي. هو ده اللي انا هقدر اقوله، لان احنا داخل قناه النادي الاهلي، هذه القناه المحترمه اللي ما بيطلعش منها لفظ. فمش هقدر اقول غير بيحاولوا ينظروا بشكل سلبي للنادي الاهلي، وبيحاولوا يقولوا للناس اللي بتشجعهم وبتحبهم ان النادي الاهلي ده عنده رئيس نادي ما مش عارف ما بيعملش حاجه، وعنده مجلس اداره ضايع، وعنده مش عارف ايه، عنده حاجات كتيره جدا جدا جدا. هو ده الكلام اللي كان بيقوله الناس الاخرى بعد ما لا يشجع النادي الاهلي. ولكن في النهايه وبالشغل وبالعمل وبداخل الملعب في كل الملاعب، ملاعب كرة القدم والسلة والطايرة وكل الألعاب الأخرى، استطاع النادي الأهلي بمجلس إدارته ومن قبل مجلس إدارته بجمهوره أن يفوز بكل البطولات أو بمعظم البطولات، عشان أبقى دقيق في كلامي. ليه؟ لأنه الحقيقة النادي الأهلي يستحق، عنده جمهور يستحق. بشكر جدا 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 جمهور النادي الأهلي، وتظل أمور كثيرة جدا جدا بتحصل من بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي قالوا كلام كتير جدا جدا. تعالوا نطلع نشوف الناس دي قالت إيه وإحنا عملنا إيه ونرجع تاني. هل ينفع ان صن داونز يعمل كده في الاهلي؟ ده المفروض هو العكس على فكره. المفروض الطبيعي صح ولا لا؟ انت جاي يعني انت بتقول لي المدرب ده بياخد 55,000 دولار صح؟ كولر بياخد كام؟ 100 وشويه. قول 100. ده بيعمل شغل، التاني ما عندوش فكره. طيب ينفع؟ طيب يعني مين الاولى اللي انت تبقى قاعد وحاطط رجل على رجل ومطمن ان فرقتك هي اللي بتنقل وبتروح وبتضيع والكلام ده؟ 150,000 يورو دولار. 150,000 دولار ده ينفع؟ يعني قده مرتين وما عندوش فكره؟ الاداره هنا بتاعت نادي الزمالك تفوقت على الاداره بتاعت النادي الاهلي. ايه المشكله؟ نحاول ان هي اداره النادي الاهلي تتعلم من اداره الزمالك عملوا ايه؟ فكروا ازاي وخططوا ازاي بعد ما كانت الدنيا واقعه عندهم عشان ان هم يعملوا نفس النموذج في النادي الاهلي. يطلبوا يعملوا معايشه. يعملوا معايشه؟ يعملوا يعني والله يطلبوا يعملوا معايشه. يعني عايز اجي في الاخر عايز اقول لحضراتكم اجمالي الانفاق في اخر 5 سنوات ما بين الزمالك والاهلي. الفرقتين فازوا ببطولات. ولحضراتكم ليكوا التقييم يعني مين اللي انجح، ولكن في اخر 5 سنين اقول لحضراتكم الزمالك صرف كام والاهلي صرف كام. الزمالك صرف 455 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين في اخر 5 مواسم، والاهلي في اخر 5 مواسم صرف 905 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين. مروان عطيه ما بعرفش يباص. لما جه النادي الاهلي ما بقاش يعرف يباص. انا الماتش اللي فات ده قعدت اتفرج عليه اللي هو بتاع الداخليه اتفرج عليه عاد. بس هناك عايزين، والكلام ده بقى موجه لجماهير الزمالك، ده الفرق بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. بصوا احتضنوا مروان عطيه وخالد عبد الفتاح وبيقولوا عليهم ايه، مع ان انا شايف صفقات عاديه واقل من العاديه، ولكن عشان لبسوا الفانيلا الحمراء بقوا احسن لعيبه في العالم ويهاجموك ويشتموك، واخد بالك، عشان ان هم بيدافعوا عنه. ما تمناش ان الاهلي ياخد البطوله، ما تمناهاش، لكن لو هم اجتهدوا وهم الاحسن فربنا يوفقهم.
هو ده اللي حضراتكم شفتوه، ده بعض من اللي كان بيحصل خلال هذا الموسم علشان النادي الأهلي يصل لهذه البطولة. كان يجب أن يكون هناك رد من خلال الملعب فقط، وكانت البداية من وجهة نظري كانت بوقوف الكابتن محمود الخطيب في العام الماضي أو في السنة السابقة عندما هزم النادي الأهلي بفعل فاعل في نفس الملعب في مركب محمد الخامس، وهزم النادي الأهلي بفعل فاعل وبسبب اختفاء الجواب أو بسبب أن أنا خبيت الجواب أو حطيت الجواب في الدرج بسبب الإدارة التنفيذية في اتحاد كرة القدم، خسر النادي الأهلي هذه البطولة أو البطولة السابقة. علشان كده وقف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، هتهالي تاني يا سمير لو سمحت، وقف وقال لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم It's not fair. هذه ليست العدالة، يجب أن يتم تطبيق العدل أو العدالة التحكيمية في أرض الملعب، كل العدالة الحقيقة في أرض الملعب. هذه اللقطة هنا رئيس الاتحاد الإفريقي لأنه يعلم أن السنة اللي فاتت حصلت أو ما كان يجب أن يهزم النادي الأهلي بهذا الشكل. إذا كنت بتكسب كورة أو اتغلبت كورة ما عنديش أي مشكلة، ولكن المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده كانت هذه هي البداية. كابتن محمود رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وقف على المنصة وقال It's not fair. ولكن في هذا العام أو السنة دي حصل العكس. هات لي اللقطة الأخيرة. وقف كابتن حسام غالي، والحاجات اللي أنا هقولها دي مش هتشوفوها غير داخل النادي الأهلي فقط، لن تجدوها في مكان آخر، لن تجدها في مكان آخر. وقف كابتن حسام غالي رئيس بعثة النادي الأهلي عشان يسلم اللاعبين، لاعبة النادي الأهلي ولاعبة الوداد، الميداليات الذهبية للاعبة النادي الأهلي والميداليات الفضية للاعبة نادي الوداد. لما تبص على الصورة اللي أمام حضراتكم، كابتن محمود الخطيب فين؟ اللي هو أسطورة كرة القدم وأحسن لعيب في الدنيا ورئيس بالنسبة لنا، يعني احنا بنعتبره كده بالمناسبة، ورئيس النادي الأهلي، وفين كابتن محمود الخطيب؟ كابتن محمود الخطيب عشان هو ليس رئيسا لبعثة النادي الأهلي، ولكن هناك كابتن حسام غالي، كابتن محمود الخطيب قاعد في المقصورة وبيسقف للاعبته وبينظر لهم بمنتهى الفخر، بيبص لهم بمنتهى الفخر، وبيبص لحسام غالي اللي اختاره مجلس إدارة النادي الأهلي ليكون رئيسا للبعثة بمنتهى الفخر. كل الكلام اللي أو كل الفيديوهات اللي في النص أنا لن أعلق على هذه الفيديوهات وبعض الكلام الغير صحيح، هو ده بس اللي هقدر أقوله، مش هقدر أقول كلام تاني. أنا آسف، اعذروني لأن أنا داخل قناة النادي الأهلي.